فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توفي أبي رحمة الله عليه، فهل الأفضل من ناحية البر أن أزوره في المقبرة أو أن أكثر من الدعاء له؟ لا، زره وسلم عليه وادعو له. زيارة القبور سنة، لا سيما زيارة الأقارب. نعم، تسلم عليه وتدعو له، ينتفع الزائر والمزور أيضا. نعم.